السلام عليكم. بمناسبة مرور 15 سنة على نزول الاكس بوكس الاول، في هذا المقطع نتكلم عن افضل 15 لعبة نزلت على الاكس بوكس الاول، اكس بوكس 360 واكس بوكس 1، ونختار جزء واحد من كل سلسلة بدون ترتيب معين. كيلر انستنكت. كيلر انستنكت لعبة قتال من تطوير اربع استوديوهات: دبل هيليكس جيمز، ايرون جالاكسي ستوديوز، رير ومايكروسوفت. نزلت مجانية او فري تو بلاي عام 2013 على الاكس بوكس 1، وهي الجزء الثالث من السلسلة، لكن عاد احداث القصة من البداية. واللعبة شبيهة بحد ما لمورتال كومبات اكس وقلت جير اكسير، ونزلت على ثلاث مواسم واضافوا شخصيات ومراحل جديدة في كل موسم. معدل تقييمات اللعبة كانت 8.4 من 10. لوست اوديسي. لوست اوديسي لعبة جي ار بي جي من تطوير فريقي ميست وولكر وفيل بلس، من اخراج ساكاغوتشي مبتكر سلسلة فاينل فانتسي. نزلت عام 2007 باليابان وعام 2008 بجميع انحاء العالم على اكس بوكس 360. قصة اللعبة تتمحور حول البطل كايم ومعاناته مع خلوده وفقدان ذاكرته، وقصة مليئة بالمشاعر. اخذت تقييمات تتراوح ما بين 8 إلى 9 من 10، وحققت مبيعات جيدة. كراك داون. كراك داون لعبة اكشن ومغامرات في عالم مفتوح من تطوير فريق ريل تايم وور ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2007 على اكس بوكس 360. قصة اللعبة تهدف لهزيمة زعماء عصابات. طريقة اللعب سهلة وممتعة وشبيهة لحد ما الى سينث رو، وفيها طور لعب تعاوني. تقييماتها تتراوح ما بين 8 إلى 9 من 10، وباعت حوالي 1,500,000 نسخة. رير ريبلاي. رير ريبلاي جمعت 30 لعبة من ألعاب استوديو رير، نزلت عام 2015 على الإكس بوكس 1، وطالبوا فيها لاعبين كثيرين، لكن للأسف ما كان فيها ألعاب من رير مثل سلسلة دونكي كونغ كنتري وجولدن آي 007 بسبب حقوق النشر مع نينتندو. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 8 إلى 9 من 10. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Only the power to see through darkness can save you. لعبة تجسس من منظور الشخص الأول أو First Person Shooter من تطوير فريق Star Breeze Studio ومن نشر Vivendi Games. نزلت على الأكس بوكس الأول عام 2004. أحداث القصة مأخوذة من فيلم The Chronicles of Riddick مع البطل الممثل فان ديزل. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 8 إلى 9.2 من 10، وحازت على جوائز مثل من أفضل الألعاب المبنية على فيلم. Sunset Overdrive. I want to be something more fun.
سانست اوفر درايف لعبه عالم مفتوح من منظور الشخص الثالث من تطوير فريق انسومنيا جيمز ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2014 على الاكس بوكس 1. اللعبه تتيح حريه تصميم الشخصيه مع وجود اسلحه كثيره، واللعبه ملونه وجميله وفيها طابع كوميدي. تقييمات اللعبه تتراوح ما بين 8 الى 9.2 من 10، وحازت على جوائز مثل افضل لعبه على الاكس بوكس 1 عام 2014. Who killed my daughter? I will stop at nothing to learn the truth. Splinter Cell Conviction. You can run on for. Splinter Cell Conviction لعبة أكشن ومغامرات التجسس من منظور الشخص الثالث من تطوير فريق يوبيسوفت مونتريال، وهي جزء من سلسلة توم كلانسيز Splinter Cell. نزلت عام 2010 على Xbox 360. تدور أحداث القصة بعد مرور 3 سنوات من أحداث Splinter Cell Double Agent. اللعبة تحتوي على طول لعب تعاوني من لاعبين يؤدوا مهمات معينة. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 8 إلى 9.3 من 10، وباعت ما يقارب 2 مليون نسخة. Splinter Cell Conviction. From the land of the howling spirits. Jade Empire. To the gardens of the Imperial City. A student trained from birth becomes a master. جيد امباير لعبة اكشن ار بي جي من تطوير فريق باي وير ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2005 على الاكس بوكس الاول، وعام 2008 كسبيشال اديشن على الاكس بوكس 360. تدور احداث القصة في مملكة خيالية في الصين. اللعبة اخذت تقييمات تتراوح ما بين 8.4 الى 9.9 من 10، لكن للاسف باي وير ما عندهم اي نية لتطوير جزء ثاني من اللعبة، وحاليا باي وير يعملوا على ماس افكت اندروميدا. And the fate of an empire rests in the hands of a hero. Jade Empire, rated M for mature. Your best guests have already started to arrive. It's KBF FM, and now some music. Alan Wake. It's gorgeous, Alan. Her own private island. Alice? Alan Wake لعبة أكشن ومغامرات ورعب نفسي من تطوير استوديو Remedy Entertainment ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2010 على الاكس بوكس 360. سرد القصة مبني على رواية Alan Wake والإلهام من فيلم الرعب The Shining وعلى حلقات متعددة. اللعبة حصلت على تقييمات تتراوح ما بين 8.5 إلى 9 من 10، وحازت على جوائز كأفضل لعبة على الاكس بوكس 360 عام 2010، وباعت أكثر من 3 ملايين نسخة. It's all in your head. Who are you? Ninja Gaiden. نينجا جايدن لعبة أكشن ومغامرات من نظام هاكن سلاش من تطوير تيم نينجا ومن شركة تيكمو. نزلت على الاكس بوكس الأول عام 2004. تدور أحداث قصة عن الماستر نينجا ريو هايابوسا في مهمة للبحث عن السيف المسروق والانتقام لمذبحة قبيلته. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 9 إلى 9.4 من 10، ونزلت منها نينجا جايدن بلاك على الاكس بوكس 360 ونينجا جايدن سيجما على البلاي ستيشن 3، وباعت اللعبة 1,500,000 نسخة. Albion, a land bursting with life, beauty and love. Fable 2. Who will make a stand? In a world where only the brave and the reckless venture far, while the rest hide cunningly in the
فيبل 2 لعبة أكشن RPG بعالم مفتوح من تطوير فريق ليون هيد ستوديوز ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2008 على الإكس بوكس 360. تدور أحداث القصة بعد مرور 500 سنة من أحداث الجزء الأول، وكان باللعبة العديد من الخيارات كتكوين عائلة والبحث عن وظيفة أو تحديد مصير الشخصية سواء يكون طيب أو شرير، وكانت تحتوي على طول لعب تعاوني، وأخذت تقييمات تتراوح ما بين 8.5 إلى 10/10، وباعت حوالي 3,500,000 نسخة. فيبل 2 تعتبر أفضل لعبة RPG على الإكس بوكس 360. Ori and the Blind Forest. The Blind Forest لعبة مغامرات بلاتفورم من تطوير فريق مستقل مون ستوديوز ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2015 على الاكس بوكس 1 والويندوز. قصة اللعبة عن البطل أوري، والقصة أخذت الإلهام من فيلم ديزني The Lion King، وفيها ألغاز وتتطلب اتخاذ قرارات سريعة، واللعبة جميلة ومليئة بالمشاعر. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 8.5 إلى 9.5/10، وحازت على جوائز مثل أفضل لعبة على الاكس بوكس 1 عام 2015. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 لعبة سباق سيارات في عالم مفتوح من تطوير فريق بلاي جراوند جيمز ومن نشر مايكروسوفت. نزلت عام 2016 على الاكس بوكس 1، وهي الجزء التاسع من سلسلة فورزا. تمتعت بلعب سلس ورسومات جميلة. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 8.5 إلى 9.5/10، وممكن تفوز بجائزة أفضل لعبة سيارات بعام 2016. هيلو 2. هيلو 2 لعبة شوتر من منظور الشخص الأول أو فيرست بيرسون شوتر من تطوير بانجي ستوديو. نزلت عام 2004 على الاكس بوكس الأول، ونزلت على الاكس بوكس 1 مع هيلو ذا ماستر شيف كوليكشن عام 2014. القصة مأخوذة من رواية هيلو فيرست سترايك، وتلعب بالبطل ماستر شيف. القصة تدعم طور اللعب التعاوني سواء بالشاشة المقسمة أو عبر الشبكة، وطور اللعب الجماعي كان ممتاز جدا وكان الأفضل في السلسلة. أخذت تقييمات تتراوح ما بين 9 إلى 10/10، وكانت أكثر لعبة مبيعا على الاكس بوكس الأول، وباعت ما يقارب 8,500,000 نسخة. What are they to say now? Gears of War. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Gears of War لعبة حربية من منظور الشخص الثالث من تطوير فريق Epic Games ومن نشر مايكروسوفت جيم ستوديو. نزلت عام 2006 على الاكس بوكس 360، وهي الجزء الاول من السلسلة. قصة اللعبة تركز على انقاذ البشرية من مخلوقات لوكوست هورد، وتلعب بالبطل ماركوس فينيكس مع صاحبه دوم سانتياغو. ابدعت اللعبة بطور اللعب الفردي والجماعي، واللعبة تتميز بالإثارة والعنف والدموية. تقييمات اللعبة تتراوح ما بين 8 إلى 10/10، وحازت على جوائز كثيرة، وباعت ما يقارب 6 ملايين نسخة. People run in circles, it's a very, very
عموما هذه كانت قائمة افضل 15 لعبة حصرية على اجهزة الاكس بوكس. اعطونا اراكم التعليقات عن افضل العاب لعبتوها على اجهزة الاكس بوكس، واذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واعتذر عن الاطالة وشكرا على المتابعة. السلام عليكم.